وللمناقشة ينضم إلي من لندن دكتور فؤاد عبد الرازق المحلل السياسي، ومن لندن دكتور أحمد المشتت طبيب اختصاصي في المستشفى الملكي في لندن. أهلا بكما معي في هذا الحوار. دكتور فؤاد، 100,000 وفاة ورئيس الحكومة بوريس جونسون يعتذر، هل هذا كافي لأن الحكومة بالفعل قامت بكل ما بوسعها لمواجهة هذه الجائحة برأيك؟ في الواقع رئيس الوزراء بوريس جونسون في موقف لا يحسد عليه، فهو بين مطرقة كوفيد وبين سندان المعارضة. هو بصفته شخصا مسؤولا اعترف بأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتقه بشأن هذه القائمة التي وصفها بالقاتمة على حد تعبيره. المعارضة لا ترحم في هذا الأمر، وزعيم حزب العمال المعارض وصف هذا اليوم بأنه وصول العدد إلى 100,000 بأنه مأساة وطنية ومأساة قومية على مستوى البلاد، وهذا وصف ليس بالسهل. بوريس جونسون أيضا يقول أنه فعل كل ما في وسعه، لأن هو يعني هذه الجائحة أكبر من حجمه وأكبر من حجم أي دولة أخرى في الواقع. لكن الانتقادات الموجهة إليه كما استمعنا في التقرير هي أنه التردد، هو الشيء الذي يؤخذ عليه التردد في اتخاذ القرارات. مهم أن يتخذ القرار على وجه السرعة، لأن زعيم حزب العمال المعارض مفاتيح يذكره دائما بأن المطلوب مزيد من القيود، هو لم يفعل ذلك وحدث هذا في 3 مناسبات. إذن دكتور فؤاد، ما فائدة هذه الأعذار إذا ما كان الكل متفق اليوم بأن رئيس الحكومة لم يستمع إلى نصائح الأخصائيين بهذا الشأن، كان يفرض الإغلاق ثم يتردد ثم يعيد الإغلاق، بالإضافة إلى أنه جزر كثيرة تفادت كل هذه المصائب فقط بإغلاق الحدود بشكل كامل على عكس ما تم في بريطانيا؟ هذا صحيح، ولكن هو بالنسبة له ما يسمى بالتوازن، البالانسينج أكت للأمور هذه كلها، التوازن بين الاقتصاد وبين الصحة، بين الصحة العقلية أيضا للمواطنين، لأن الإغلاق الكامل ربما يأتي بنتائج أكثر سلبية من هذا الأمر، فما أسهل عليه أن يغلق الأمور إغلاقا كاملا، ولكن هذا ليس بالقرار السهل، وأنه أيضا محاط بمستشارين صحيين، ويعني كل يوم يخرجون علينا بأحدث الحالات في هذا الموضوع، إذا هو يستند إليهم في ذلك، ومن هنا يعني أقول ويعني ما أسهل النقد وما أصعب الفن كما يقال، لأن مثلا توجه الانتقادات وأنت في جانب المعارضة، أما أن تكون في معمعة الأشياء فعليك أن تتصرف بنحو معين. في موضوع التلكؤ وموضوع عدم يعني حسم الأمر في حينه، هذا يؤخذ بالفعل عليه، والمعارضة نصحته بذلك ولم يستمع إلا بالقدر الذي يراه معقولا. حدث هذا أيضا في موضوع التعليم والمدارس والجامعات وفتحها وإغلاقها، كان هناك نوع من التخبط في هذا الشأن أيضا. فهنا المسألة، تفضل. لنأخذ رأي الدكتور أحمد كطبيب يعني بهذا الموضوع. دكتور أحمد، برأيك هل بالفعل الجائحة فرضت كل هذه المصائب على كل العالم، وأن هذه أعداد الوفيات المرعب هذا هو ليس بسبب تقصير حكومي وإنما بسبب غموض يلف أصلا الجائحة منذ بدأت؟ مرحبا بكم. طبعا لا شك أن الحكومة البريطانية كانت مقصرة، وأحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الوفيات. هناك 3 محاور أساسية فشلت الحكومة البريطانية فيها فشل كبير. أولا الإغلاق التام، دائما يأتي الإغلاق التام متأخر، يعني في 3 مناسبات في مارس الماضي وسبتمبر وديسمبر كان الإغلاق متأخر، رغم نصيحة المستشارين العلميين والطبيين للحكومة البريطانية. السبب الآخر هو سياسة الفحص وتعقب المخالطين والعزل، التي هي استراتيجية رئيسية في الحد من انتشار الفيروس، ونجحت بشكل كبير في دول آسيوية وفي نيوزيلندا وفي استراليا. الحكومة البريطانية تلاءكأت كثيرا، صرفت
ملايين الباونات على هذه السياسة وعلى هذه الأبس، ولم تنجح أي منها نجاحا كبير. الشق الثالث هو سياسة الحدود. لم تفرض الحكومة البريطانية أي قيود شديدة على مسألة انتقال الأشخاص بين من وإلى بريطانيا. إلى هذا الأسبوع بدأت العمل على إجراءات قوية لمنع الأشخاص من دخول بريطانيا، خصوصا من دول تنتشر فيها سلالات جديدة. هذا الموضوع كان من المهم أن يؤخذ بعين الاعتبار في بداية العام السابق. لو ننظر إلى دول مثل تايوان تايوان ونيوزيلندا وأستراليا التي طبقت سياسة غلق الحدود بشكل مبكر جدا، ساعدها في التقليل من عدد الضحايا. في تايوان عدد الوفيات لا يتجاوز 1000 وفاة، ولم نسمع بتايوان في الأخبار بسبب هذه السرعة في اتخاذ القرارات. هناك محور مهم في بريطانيا هو الوفيات التي حدثت في دور رعاية المسنين في الموجة الأولى. حدثت يعني حوالي 40% من الوفيات كانت بسبب المسنين في دور الرعاية، وهذا كان تقصير كبير من الحكومة البريطانية. فالأسباب موجودة، وأعتقد بعد أن تنتهي هذه الجائحة سيتم الفحص والتدقيق في كل هذه الأمور لمحاسبة المقصرين. دكتور أحمد، أحد يعني السيناريوهات بأنه أو يقع اللوم هنا على أنه الحالة الصحية العامة في بريطانيا أصلا يعني يرجئون هذه الأعداد المتزايدة بالوفيات إلى الحالة العامة الصحية في بريطانيا، منها يعني السمنة المفرطة والعديد من الأمراض. هل تؤيد هذا الطرح؟ طبعا البنية التحتية للجهاز الصحي لم يتم الاستثمار فيها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها زيادة الأمراض المزمنة، زيادة السمنة وداء السكري. أيضا كل هذه العوامل ساعدت على أن الجهاز الصحي بعمومه يقع تحت وطأة التعامل مع هذا الانتشار المذهل للفيروس، خصوصا بالأشهر القليلة الماضية. المشكلة، ماذا تعلمنا من الموجة الأولى؟ كان يجب أن نتعلم الكثير. الآن في هذه الموجة الثانية لا نستطيع أن نعالج مرضى السرطان، ولا نستطيع أن نجري عمليات جراحية للمرضى الذين يحتاجون عمليات جراحية مستعجلة، وهذا فشل للحكومة وللجهاز الطبي أيضا. كان يجب أن نتعلم من الموجة الأولى دروس تقينا هذه الأمور الآن. دكتور فؤاد، الفحص وتتبع المصابين أحد الأشياء التي انتقدت بها حكومة بوريس جونسون اليوم، بأنه الحكومة لا تتتبع أصلا هؤلاء المصابين ولا تقوم بتشديد المراقبة على ذلك. وحتى أحد الانتقادات كانت قائمة الدول التي يمكن الدخول والخروج إليها دون العزل، يعني كانت سريعة نوعا ما. ما رأيك بذلك، ولماذا لا تقوم الحكومة بتشديد هذا التتبع اليوم؟ في الواقع يعني كل ما قاله الدكتور يعني صحيح وفي محله، ولكن كما قلت في البداية يسهل على الإنسان أن ينتقد يعني. والرجل محاط بعدد من العلماء وهم يعلمون ما تفضل به الدكتور ويرسلون عليه هذا الأمر. هو ليس يعني رجل يعني، هو يدير الأمر بحسب المعطيات المقدمة إليه. لا ننسى أيضا أن نذكر بعض الإيجابيات، يعني حتى هم بدأوا موضوع التتبع والفحص والتتبع هذا، وربما لم يكن محكما بالشكل المطلوب، خاصة بالنسبة للمخالطين وبالنسبة للناس الذين لا تظهر عليهم الأعراض وينشرون المرض. حظه سيء في ظهور سلالات جديدة من هذا المرض، ليس هنا فقط ولكن في دول أخرى. هناك تفكير أيضا أنه تطبيق النظم التي يعمل بها في دول أخرى مثل حجز القادمين إلى بريطانيا من هذه الدول في فندق لمدة 10
أيام. هذا أمر أيضا يحتاج إلى فحص، لأن هناك من يعارض هذا الأمر، هناك من يريد أن يجعله مطلقا على جميع القادمين إلى بريطانيا، هناك فقط يقصرونه على عدد من الدول التي ظهرت فيها سلالات جديدة من هذا الفيروس. لا ننسى أيضا النجاح في موضوع اللقاح، يعني لا نستطيع أن تكون الصورة بهذه القتامة، يعني حققوا نجاح، هناك أكسفورد أسترازينيكا وحققناه، التلقيحات أصل وسط أعداد كبيرة. صحيح، وهذا ما أريد أن أسأل دكتور أحمد. يسير أعتقد على قدم وساق، فيعني لا يعني المسألة يعني يجب أن نوازن بين الأمور. الرجل في موقف لا يحسد عليه، لا أدافع عنه، نعم. ولكن يعني النقد الموضوع يتطلب منا أن نذكر الحسنات والسيئات والمعارضة له بالمرصاد، قالت ما ذكره الدكتور، ولكن عليه أن يتصدى لهذا الأمر. كما قلت، الخطأ الوحيد الذي كان يرتكبه هو البطء في اتخاذ الإجراء في الوقت المناسب. صحيح دكتور أحمد، لنتفائل قليلا وبأقل من دقيقة لو سمحت، إلى أي مدى اليوم، نحن نتحدث عن تطعيم أكثر من 5 مليون شخص في بريطانيا، إلى أي مدى هذا يؤشر إلى أن الأمور ذاهبة إلى الأفضل؟ الحقيقة الرقم هو أكثر من 6 ملايين شخص تم تطعيمهم في بريطانيا، وبريطانيا الآن هي من الدول الرائدة في إعطاء اللقاحات لمواطنيها. الأمل كبير طبعا، لكن الموضوع سيستغرق وقت طويل، نحن نتحدث ممكن عن نهاية هذا العام حتى يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان في بريطانيا، كي تعود الحياة إلى طبيعتها أو جزء من طبيعتها السابقة. المهم في عمليات التطعيم هو التوعية المستمرة للمواطنين، وخصوصا من الجاليات أيضا، لدفعهم لأخذ اللقاح لأهميته الكبيرة. شكرا جزيلا لكما ضيفي، من لندن دكتور فؤاد عبد الرازق المحلل السياسي، ومعي من لندن دكتور أحمد المشتت طبيب اختصاصي في المستشفى الملكي في لندن.